لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في الهيئة نت، القسم الإغاثي في الهيئة يقدم الدعم والمساعدات الإنسانية للعائلات المتعففة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل. في صحيفة المدى، ائتلاف علاوي يقترح تشكيل حكومة طوارئ وتعديل الدستور. في موقع كتابات، أحزاب وميليشيات عراقية تقاضي متظاهري الاحتجاجات. في موقع الجزيرة نت، رهائن وإطلاق نار جديد بأمريكا، وهذه تفاصيله. في العربي الجديد، مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال. في القدس العربي، رسائل ثورة غضب جنوب ووسط العراق، هل يعيها ساسة بغداد؟ وفي صحيفة الحياة، باريس لواشنطن، لن نتفاوض والسلاح مصوب إلى رأسنا. السلام عليكم. العامري لا يحترم أحدا سوى أسياده في طهران وقم، هكذا كتب فاروق يوسف في العرب اللندنية. ففي لحظة نادرة من تاريخ العراق السياسي، تقدم زعيم ميليشيا بدر هادي العامري بالاعتذار للشعب العراقي. لم يكن ذلك الاعتذار بسبب عمليات القتل والنهب التي مارستها الميليشيات، التي أدخل العامري نفسه العراق من إيران زعيما لها. وإذا ما كان هناك معسكران للصقور والحمائم يتوزع بينهما زعماء الشيعة في العراق، فإن العامري لا يحسب على معسكر الصقور فحسب، بل وأيضا يمكن اعتباره الصقر الأشد وحشية وافتراسا وهمجية في مجال تصفية خصومه الذين يتحركون في نطاق دائرة نزعته الطائفية المريضة. العامري الذي لم يكف عن التصريح بأنه واحد من جنود خامنئي لا يعنيه في شيء مصير العراق ونوع الحياة التي يعيشها العراقيون، فمن عاش مثله سنوات طويلة خادما في الحرس الثوري الإيراني لا يمكنه أن يبالي إذا ما تعرض العراقيون للقتل والخطف والقهر والإدلال، أو إذا وقع العراق تحت هيمنة دولة أخرى. وهل يعتبر هذا الجندي الإيراني إيران دولة أخرى؟ سؤال قد لا يزعجه. طلب العامري من الشعب العراقي أن يسامحه لأنه فاسد، أن يسامحهم لأنهم فاسدون. أسمي الأشياء هنا بأسمائها، وهو ما لم يقله الزعيم الفعلي لميليشيا الحشد الشعبي، لأنه فاسد وليس لأنه قاتل، لأنهم فاسدون وليسوا حفنة من القتلة. لعبة هي أشد إذلالا للشعب العراقي مما لو بقي تلميذ قاسم سليماني وتابعه المخلص صامتا. القتل من وجهة نظر خادم خامنئي ليس ذنبا يتطلب أن يقوم صاحبه بالاعتراف. كما أن لا أحد في العراق يقوى على أن يجر لغما مثل هادي العامري إلى المحكمة. أين تقع تلك المحكمة؟ السجون العراقية العلنية والسرية على حد سواء، خاصة بالمعتقلات والمعتقلين الذين لم يروا قاضي ينظر في قضاياهم التي تم تلخيصها بالمادة 4 إرهاب. إنهم إرهابيون وإن لم يقتلوا أحدا. أما هادي العامري الذي مارس القتل علنا فهو ليس إرهابيا بحسب الكاتب. الآن فقط يقر بأنه غير قادر على مكافحة الفساد الإداري والمالي، بعدما ظل الليل والنهار على مدى 4 سنوات يضرب على صدره متعهدا باجتثاث الفساد من جذوره، ويهدد الفاسدين بالسجن أو إعادة الأموال التي نهبوها. هذا هو العبادي ضج الأثير بتعهداته أكثر من كل سابقيه من رؤساء الحكومات. كان يقول إن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة،
وإنه ما إن ينتهي من الحرب ضد داعش حتى يبدأ حربا مثيلة ضد الفساد، واعدا بنصر على هذه الجبهة يشبه النصر المتحقق في جبهة الحرب ضد داعش، بحسب مقال للكاتب عدنان حسين في صحيفة المدى العراقية. مثلما يفعل معلمو الابتدائية، يرسم العباد بيديه وهو يتحدث إلى ما وصف بأنه وفد من شيوخ ووجهاء محافظة ذي قار التقاه في بغداد يوم الخميس، خطوطاً مستقيمة ودوائر ليوضح فكرته، أو بالأحرى ليبرر انسحابه غير المنظم أمام الفاسدين، قائلاً إن داعش كان يقف في خطوط معلومة وواضحة أمام القوات العراقية التي تهاجمه وتخترق خطوطه، أما الفساد فليس له جبهة واضحة، أي أنه متغلغل في كل أركان وزوايا الدولة والمجتمع. كلام العباد هذا غير صحيح بالطبع، هدفه التضليل في الوقائع، فجبهة الفساد محددة وواضحة، والفاسدون والمفسدون معروفون بالأسماء والعناوين بمقادير الأرصدة التي نهبوها من المال العام والخاص. تقارير ديوان الرقابة المالية الفصلية والسنوية تحفل بالوقائع الموثقة لحالات الفساد والإفساد في وزارات الدولة ومؤسساتها قاطبة، تقارير وقرارات هيئة النزاهة مثقلة بأسماء الفاسدين والمفسدين بالوثائق والتفاصيل المملة وغير المملة لفسادهم، ومثلها أيضا تقارير ومذكرات اللجان البرلمانية المختصة، النزاهة والمالية والاقتصادية وسواها. ويضيف الكاتب السلطة التنفيذية التي يقودها السيد العبادي كانت دائما المعرقل الأكبر للإجراءات القضائية والتنفيذية المفترض اتخاذها في حق الفاسدين والمفسدين. العبادي يسعى للتعويض عن خذلانه في إدارة الحكومة ومكافحة الفساد برفع وتيرة القمع ضد الشعب المطالب بحقوقه الأساس، ويريد ولاية ثانية. طبعا لا يمكن النظر إلى التظاهرات العراقية من زاوية الأحزاب والقوى السياسية التي تحاول الدفاع عن نفسها أمام ما تعتبره مؤامرة متعددة الرؤوس للقضاء عليها، كما لا يمكن النظر إلى التظاهرات من زاوية متظاهرين غاضبين من فشل الدولة وليسوا معنيين في الأساس بأدوات تحليل أسباب هذا الفشل والاقتراح حلول وبدائل. لابد من تنازلات قاسية من الجميع، هكذا يرى الكاتب مشرق عباس بمقال بصحيفة الحياة. المواجهة الضرورية لا يجب أن تحمل طابعا تمريريا على ما تريد الأحزاب، ولا انتقاميا على ما يرغب بعض المحتجين، بل هي مواجهة على أساس اتفاق لوضع أسس عقد اجتماعي جديد يتم صوغه لإنقاذ العراق من الفوضى، ويتضمن حلولا قاسية وإجراءات مؤلمة سيقدم الشعب العراقي من أجلها التنازلات لضمان انتقال سليم من مرحلة إلى أخرى، ولكن ليس قبل أن تقدم الأحزاب تنازلات أكثر قسوة. لا يمكن التظاهرات التي تبناها أهل جنوب العراق بمسؤولية وإحساس مرتفع بضرورة التغيير العميق والمثمر أن تؤتي ثمارها من دون الذهاب إلى فرض خريطة طريق تضمن تغيير آليات العملية السياسية الحالية بأخرى أكثر ديناميكية خلال مهل زمنية ووفق آليات ممكنة التطبيق. ما يمكن تلمسه من طبيعة التظاهرات الحالية وسلسلة المطالب التي وضعها المتظاهرون أن ثمة رفضا شعبيا لاعتبار التظاهرات مطلبية، ورفضا لافتراض أنها ثورة جياع، كما أن هناك طروحات تسعى لإحداث نقلة سياسية واقتصادية شاملة. ويضيف الكاتب الأمر لم يعد يحتمل اجتماع برعاية رئيس الجمهورية لشرب الشاي وتبادل عبارات المجاملة، بل يستدعي اعترافا سياسيا معلنا وجماعيا بالتغيير الذي طالب به الشعب العراقي، وجدول تطبيق آليات علمية رصينة بما يشمل في الدرجة الأساس تغييرا دستوريا واستفتاء شعبيا وانتخابات مبكرة ضمن سقف لا يتجاوز عامين من تاريخ عقد جلسة البرلمان الأولى، يؤسس عملية سياسية بقواعد وآليات وقوانين تتجاوز أخطاء الماضي.
لا تتعجبوا فإنه نتاج حكمكم، هكذا عنوان الكاتب علي العدنان الشمري مقالته في موقع كتابات. فالعراق اليوم على مفترق طرق، لا ننكر أن هناك مستفيدين ومنتفعين من التظاهر والاحتجاج، لكن هناك حقيقة جوهرية لا تخفى على أحد، فالشعب وتحديدا الشباب وعوا بظلم واضطهاد وتهميش السلطة الحاكمة. ما نشاهده من تمزيق صور وبوسترات لمراجع ورموز دينية لهم أشياع ومحبين تمسوا مشاعرهم، هذه التصرفات غير مقبولة وتفسد وتفقد القضية جوهرها وتعطي فرصة للسلطة إلى قمع التظاهر وتذهب مطالبكم بالحقوق في مهب الريح ويذهب دم شهداء الثورة والتغيير في هباء. قد يعطي البعض الحق لمثل هذه التصرفات، نعم نقول لهم الحق لعدم دراياتهم وقلة وعيهم، وهذا ليس بسببهم بل بسبب القائمين على الحكم لعدم بناء مجتمع وقيم مجتمعية يعلم بها المواطن ما له وما عليه ويحترم حريات ومعتقدات الآخرين. أغرقوا البلاد بفسادهم ونسوا العباد، حائرين بائسين لا يجدون قوت يومهم، خلقوا طبقة حكيمة مرفهة مدخمة بالفساد وحصروا أموال الدولة لهم ولأقاربهم، وطبقة أخرى معدومة منهكة. 15 عاماً لم يقدموا للبلاد وللمواطن أبسط حقوقه من ماء وكهرباء وعيش كريم، هذه واجبات الدولة تجاه المواطن. يبدو عجز الحكومة الحالية واضحاً وفاضحاً، فهي لم تستطع معالجة التهورات في المؤسسات، ولم تحد من الفساد المستشري في كل مرافق الحياة العراقية، ولم تستطع منع حمل السلاح في أيدي الناس. ناهيكم عن فقدان الأمن والنظام كما يعرف الجميع ذلك. هكذا رأت العراقيين يمكن أن تتحول إلى ثورة، وهكذا يرى الكاتب سيار الجميل في مقال بصحيفة العربي الجديد. هذه الاحتجاجات السلمية الساخنة يمكنها أن تتحول لثورة حقيقية عارمة لاقتلاع الفساد والفاسدين، بالقضاء على الأحزاب والجماعات الحاكمة والمسؤولين الذين يشكلون طبقة فاسدة واسعة النفوذ، بوجود ميليشيات منفلتة تابعة لزعماء الكتل والأحزاب، والذين نجدهم قد سكتوا الآن ولازمهم الصمت، متهمين المظاهرات بوجود مندسين ثمة وصايا مبدئية مقترحة على كل الثائرين العراقيين، ولا بد من معرفتها وإدراك ما يمكن اتخاذه من إجراءات حسب المعايير المتفق عليها في كل ثورات العالم وانتفاضاتهم، وإلا فإن احتجاجاتكم ستذهب سدى وسوف لا يلتفت إليها أحد من هؤلاء المسؤولين الذين غرقوا بالفساد والعمالة وسحق العراق. وقد اعترف أحدهم بمثل هذه الجريمة طالباً السماح من الشعب العراقي على كل جناياتهم المخزية، وكان مأمولاً أن ينهي كلمته بانسحاب نفسه من الميدان كما يفعل غيره في العالم، ولكن يبدو أنه يمارس لعبة من ألاعيبهم في البقاء في السلطة على الرغم من كل العار والشنار الذي يحملونه على كاهلهم. يجب المطالبة الحقيقية برفع أيدي إيران من العراق تماماً وحظر تدخلاتها السافرة في الشأن العراقي وتحديد طبيعة العلاقات الدبلوماسية والتجارية معها، كونها لا عهود لها مع العراقيين أبداً، وأنها استغلت أوضاعهم فعبثت بمقدراتهم الأمنية ولعبت بجغرافيتهم لقطع الماء عنهم وقطع الكهرباء عنهم، وأي إخفاق يصيب هذا الحراك الشعبي سيمكن الطبقة الحاكمة من البقاء وفرض إرادتها على العراق وتنكيلها بالعراقيين، وسينتقل الحال من سيء إلى أسوأ بوجود هذه العملية السياسية الفاشلة. إلى أين تتجه العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي؟ سؤال طرحه الكاتب علي حسين باكير في موقع عربي 21. فقد أعلنت الخارجية التركية موافقة تركيا وهولندا على تطبيع العلاقات بينهما، وذلك بعد اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو مع نظيره الهولندي ستيف أبلوك.
مفاوضات الدخول إلى الاتحاد لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل رئاسة النمسا للاتحاد الأوروبي، لكن من المتوقع أن يترك قرار تركيا إنهاء حالة الطوارئ في البلاد قبل أيام قليلة، انطباعا إيجابيا لدى العديد من دول الاتحاد، ولعل من أسرع وأبرز معالمه الموافقة على عملية التطبيع بين تركيا وهولندا. العلاقات الاقتصادية ستكون محور اهتمام الطرفين بالتأكيد، إضافة إلى ملفات اللاجئين ومكافحة الإرهاب العابر للحدود والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. الجانب التركي مهتم بالتأكيد بمتابعة التفاوض حول رفع الفيزا تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية، ولعل تطبيع العلاقة مع هولندا هي التي تعد من أكبر المستثمرين في تركيا رسالة مهمة في هذا الصدد. ملف آخر قد يطرح نفسه تحديا مشتركا للطرفين في المرحلة المقبلة، وهو ملف العقوبات الأمريكية على إيران. لا شك أن هذا الموقف من إيران يشكل أرضية مناسبة للعمل المشترك بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لكن من الملاحظ أن شركات الاتحاد الأوروبي قد بدأت بالانسحاب من إيران، وهو ما سيجعل المقاومة التركية للمطالب الأمريكية أضعف لاحقاً. لكن على كل حال سيكون من المثير معرفة مدى قدرة الطرفين على التنسيق في هذا المجال. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.